أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على علاقات التعاون الإيجابي القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وأهمية تعزيزها في المجالات كافة من بينها مجال العمل التشريعي جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها عدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مع وفد برلماني من الكونغرس الأمريكي ورحب أعضاء اللجنة بهذه الزيارة للوفد الأمريكي التي تعكس العلاقات التاريخيه المشتركه مع الولايات المتحده الامريكيه لافتين الى الاهتمامات والمصالح المشتركه التي تحظى باهتمام البلدين الصديقين وعلى راسها تحقيق السلام والامن الدوليين وحمايه حقوق الانسان وتحقيق اهداف التنميه المستدامه